يعطيك العافية. اليوم بدي نحكي عن موضوع جديد اللي هو تشابتر 12. بيسكلي هو تشابتر 12 هو زبدة المادة، أو هو أهم إشي في المادة. تشابتر 12 بيحكي عن ال partial differential equations أو ال PDEs. أبلش ب section 12.1 اللي بتحكي لك إنه كثير من المسائل إنه عندنا بال real life application بالميكانيك أو بالمدني أو الكهرباء، بنقدر نوصف السيستمز ب PDEs. أوكي، هلا ال general form إلى second in order linear PDE of two independent variables. الجنرال اللي عندي اياه يعطى بايش؟ ب A U X X plus B U X Y plus C U Y Y plus D U X plus E U Y plus F U بتساوي عندي اياها G. يوير انه A B C D E F and G هذول هم constants. اوكي شباب، او coefficients. ماشي، U X X و U Y Y تعني المشتق الثاني ال partial derivative الثاني of U بالنسبة ل X and U بالنسبة ل Y. اوكي، U X Y هي partial U مرتين، مرة بالنسبة ل X ومرة بالنسبة ل Y. اوكي آسف، U X U Y هي ال partial derivative of U بالنسبة ل X and Y، where إنها U هي function of two variables أو two independent variables اللي هم إنه X and Y. أوكي، هلا generally إحنا في عندنا أنواع من ال PDEs or classifications of ال PDE اللي احنا بنقدر نصنفهم basically ل ثلاث انواع based on ال values of A B C A B and C. اوكي، اللي هم second derivative terms. اوكي، A B and C. اوكي، اول نوع اول class هو the hyperbolic equation. hyperbolic equation بتحكي لك ايش؟ انه بي تربيع ماينس 4 AC دائما انه عندي اكبر من صفر. اوكي، مثال كثير مهم على ال hyperbolic equation اللي هو ال wave equation. ال wave equation، اوكي، ال wave equation هاي بتحكي لك ايش؟ انه UTT او ال partial derivative الثاني of U بالنسبة إلى T بتساوي عندي هسي تربيع U X X. أوكي، هلا لو نجيب U T T هاي هون راح يطلع معيش السي تربيع U X X minus U T T بتساوي عندي إياها صفر، ال B هون عندي إياها صفر، ال A عندي إياها سي تربيع، and ال constant C هو عندي ماينس واحد، يعوض لي اياهم راح يطلع معك انه دائما هو اكبر من صفر. اوكي، عشان هيك احنا سميناها انه hyperbolic equation. اوكي، هلا ال hyperbolic equation او ال wave equation هي تحتوي على ثلاث انواع من المسائل، انه eigenvalue boundary value and initial value. IVP initial value problem and BVP boundary value problem and EVP إنه eigen value problem. أوكي، الثاني نوع أو class اللي هو ال parabolic equation. parabolic equation هاي بتحكي لك إنه B تربيع minus 4AC بيساوي عندي يا صفر. المثال المهم عندي اللي هو الهيت
equation اللي بحكي لك انه ut المشتقة او ال partial derivative الاولى of t بالنسبة of u عفوا بالنسبة الى t هي ut. ut بتساوي عندي c تربيع uxx. احسب لي ب a and c طلع لي منهم راح يطلع عندك انه المميز خليني اسميه انه عندي يا صفر او انه ايش parabolic equation. هلا الايكويشن هاي انه تحتوي على نوعين من المسائل initial value and a boundary value. ماشي. اخر نوع اللي هو اللابتيك ايكويشن اللي عند المميز فيه بيكون عندي اياه نيجاتيف. اوكي. اكثر نوع مشهور عندي على اللابتيك ايكويشن اللي هو لابلاس ايكويشن. لابلاس ايكويشن هي هيت ايكويشن بس ايش انه فيها تو فاريبلز او تو ديمنشنال هيت ايكويشن اند ستيدي ستيت. يعني انه ما عنديش تايم. الجنرال اللي عندي اياها تعطى يو اكس اكس بلس يو واي واي بتساوي عندي اياها صفر. البي زيرو الاي واحد سي واحد احسب لي المميز حيطلع عندي اياها ماينس فور او انه عندي اياها نيجاتيف او انها اللابتيك ايكويشن. اوكي. هلا اللابتيك ايكويشن هي غالبا انه عندي اياها باوندري فاليو بروبلم. اوكي. هلا تشابتر 2 بنحكي عن الويف ايكويشن الهيت ايكويشن اند لابلاس ايكويشن. اوكي ماشي. ابلش بالويف ايكويشن اللي الكتاب انه حاكي عنها سكشنز 12.2.3 and 0.4. اوكي. هلا الويف ايكويشن في منها مالتي دايمنشنال. احنا الفوكس اتبعنا عندي اياه على وان دايمنشنال ويف ايكويشن اللي بتحكي لي ايش يو تي تي بتساوي عندي اياها سي تربيع يو اكس اكس. يو تي تي هي المشتقه الثاني او البارشل الديريفاتيف الثاني بالنسبه للتايم. يو اكس اكس هي المشتقه الثاني اوف يو بالنسبه الى اكس مره ثانيه عندي اياها بارشل. اوكي. هلا السي هي عندي اياها كونستانت. اوكي. هلا اليو فانكشن اوف شغلتين السبيس اند تايم. اذا عندي مثلا سترينج خيط تمام. اوكي. طوله ال. اوكي. يثبت عندي اياها من الطرفين. اوكي. ماشي. هلا ال equation of emotion تبعت السترينج هذا هي عندي اياها ايش يو تي تي بتساوي عندي اياها سي تربيع يو تي يو اكس اكس. اوكي ماشي. اوير انه ايش سي تربيع هي كونستانت تي هي التنشن بالحبل. اوكي. الرو هي الدنسيتي. اوكي ماشي. مره ثانيه عندي اياها كونستانت. هسه اليو تي او الديفلكشن تبع السترينج هذا هو فانكشن اف الاكس اللوكيشن يعني اند التايم تي. ماشي. هلا فور ذس كايند اوف بروبلمز وي ويل نيد تو انيشال كونديشنز اند تو باوندري كونديشنز. هلا ليش انا عندي سكند ديريفاتيف اوف تي يعني بدي تو باوندر او تو انيشال كونديشنز اند عندي سكند ديريفاتيف اوف اللوكيشن او السبيس اللي هو انه اكس. عشان هيك بنحتاج ل تو باوندري كونديشنز. الباوندري كونديشنز هم ال ديسبيسمنت تبعت السترينج عند انه اكس بتساوي عندي اياها 0 اند اكس بتساوي عندي اياها الطول اللي هو انه ال. اوكي. انيشال كونديشنز لما يو اوف 0 اند يو prime of zero او المشتقة الاولى بالنسبة للتايم تي. ماشي. هلا كيف بنحل الويف ايكويشن او اي بي دي اي. هلا جنرالي تحل البي دي ايز او اني اطلع الديفلكشن هون. اوكي. في البي دي ايز بنستخدم طريقة او ميثود اسمها
a separation of a variables, a separation of a variable. Aware إنه شو إحنا بنحكي إنه solution هو عندي يا حاصل تضرب the two functions. Okay. U x و t هي عندي إياها حاصل تضرب a capital X اللي هي a function في space أو اللي هو X and a capital T اللي عندي إياها a function في time. Okay. ماشي. هلا ال solution هذا اللي بنفرضه بعوضه بال PDE. هاي تعوضه بال PDE بنحتاج ايش؟ UTT and UXX. UTT اشتقي لي هذا مرتين بالنسبة لل time. ال X اللي عندي يا constant ما راح يصير فيه derivative. فصفى عندي يا XT double prime. Okay. UXX هي ايش؟ انه X double prime T. عوض لي هذول في ال PDE راح يطلع مع ايش؟ انه x t double prime بتساوي عندي اياها c تربيع x double prime ضرب t. اوكي؟ اعيد لي ترتيب الايكويشن راح يطلع مع ايش؟ او اقسم لي اياها على x في t اسف راح يطلع عندي انه x double prime مقسوم على x بتساوي عندي اياها t double prime مقسوم على c تربيع في t. الراشيوز هاي بنفرض انها بتساوي عندي اياها constant يسمي لي minus lambda تربيع. هاي minus lambda تربيع. هلا بنعرف ليش عندي اياها minus وليش انه عندي اياها تربيع. اوكي ماشي. إذا عندي إياها ماينس لاندا تربيع بنقدر نعيد كتابة الإكويشن على شكل تو إكويشنز. أول واحدة إنه إكس تربيع بلس اللاندا تربيع في إكس بتساوي عندي صفر. الثاني إكويشن هي تي دبل برايم بلس سي تربيع لاندا تربيع تي بتساوي عندي إياها صفر. أوكي؟ هلا فرضناها نيجاتيف عشان تكون هاي عندي اياها بوزيتيف او السولوشن يطلع عندي اياها ان تيرمز اوف ساين اند كوساين. التربيع حتى اني اسهلها على حالي فقط. ماشي. هلا الايكويشنز هذول هم ايش؟ هم سكند ان اوردر لينير او دي ايز اللي بنقدر نحلهم باستخدام ايش؟ كاركترستيك ايكويشن. اوكي اللي كان عندي اياها انه r تربيع بلس something بيساوي عندي صفر. لو بطبقها هون بدون ما اخوض كثير بالديتيلز راح يطلع معي انه السولوشن يتبع اول ايكويشن كابيتال اكس اوف انه اكس بتساوي عندي اياها a كوساين لامدا اكس بلس b ساين لامدا اكس. التايم فانكشن تي اوف تي او كابيتال تي اوف تي سولوشن يتبعها عندي ايش؟ سي كوساين سي تي سي لامدا تي عفوا بلس دي ساين سي لامدا تي. اوكي هلا حولنا ال بي دي اي الى تو او دي ايز وطلعنا السولوشن تبعهم. هلا عندي انه في كونستانت انا اي بي سي دي هذول بطلعهم من الباوندري كونديشنز اند انيشال كونديشن. بس انه في شغله هون راح نستخدم فيها فورير سيريز اللي شرحناها في شابتر 11. اوكي ماشي خلينا نشوف كيف. هلا تطلع اي اند بي شو حكينا بدنا الباوندري كونديشن U of 0 عند أي T عندي إياها صفر and U L عند أي T بتساوي عندي إياها صفر. أوكي يعوض لي U T بالفنكشن هذا. أوكي U of 0 عند T بتساوي عندي إياها X of 0 T of T بتساوي صفر. أوكي أو إيش هلا T إنه وين تكون عندي إياها 0 إذا عندي إياها 0 إنه كله عندي إياها صفر يصفر عندي إيش إنه x of 0 بتساوي عندي اياها 0 يعوض لي انه x هون 0 الساين هذا بصفر كوساين انه عندي اياها 1 راح يظل عندي انها
الثابت ايه هو؟ بيساوي زيرو. اوكي، او ايش؟ انه ال x function عندي يا صفة b sin gamma x او a lambda x عفوا. اوكي ماشي، يطبق لي الكنديشن الثاني u l and t بيساوي عندي يا صفر x of l and t of t، راح يطلع معي ايش؟ انه x of l بتساوي صفر، او ايش؟ b sin lambda l بتساوي عندي اياها صفر. اوكي، هلا اذا انكم متذكرين بشتورم اليوفيل شو حكينا؟ يا بي بتساوي عندي اياها صفر، اذا بي عندي اياها صفر انا عندي تريفيال سولوشن، او ساين لامدا ال بتساوي صفر، او اللي هي ايش؟ لامدا ان حتكون عندي اياها ان باي مقسوم على الطول انه ال. شو سميناها هاي بشابتر 11؟ سميناها ال ايجن ايفالوز. اوكي، ايجن ايفالوز هي الايفالوز التي تحقق الباوندري كونديشنز. اوكي ماشي، بعد ما طلعنا انه ايجن ايفالوز بطلع منها شو؟ ايجن فانكشن اللي هو عندي صفه انه اكس ان حتكون عندي ايش؟ نفس هاي، بس ايش؟ انها ساين اللامدا بدها تكون عندي اياها ان باي مقسومة على ال في اكس، البي ممكن تكون اي قيمة، اي كونستن، اسهل اشي نقول عنها انها واحد. اوكي ماشي، هلا صفى عندي انه هذا الفانكشن تبع اكس هو عندي يا صار ايش؟ ساين ان باي على ال في اكس. اوكي ماشي، نرجع للإكويشن اللي فرضناه أو الـ separation of variables. هذا أنا عندي إنه x هي عندي إياها صفة إيش؟ هذا كله ياتو الساين، t عندي إياها بعدنا ما بلشنا فيها. أوكي، راح يطلع عندي إيش؟ u هو un، عندي إنه في multiple functions التي تحقق الـ equation and boundary condition. un x و t حتكون عندي ايش؟ sin لامدا n في x في ال t function، ها c n cosine c لامدا n t plus d n sin c لامدا n t. c هاي الصغيرة هون هي عندي اياها ال square root of this constant. اوكي ماشي، حلو جدا، ممتاز ممتاز ممتاز. طيب باستخدام فورير سيريز شو حكينا؟ انه الـ UN او الـ solution هو عندي summation of كل الـ solutions هاي، صح؟ او باستخدام الـ superposition UN X and T هو summation من N 0 ل infinity sin n pi على LX في CN cosine n pi على LCT plus DN sin n pi على LCT. اوكي؟ هلا مرة ثانية أنا ظل عندي إنه في two constants C N and D N، هذا كيف بدي أطلعهم؟ أطلعهم من ال initial condition. إذا أنا معطيك ال initial conditions هون إنه U X عند T zero هي a function يسمي لي F، و U T لما T عندي إياها صفر a function G، طلع لي C and D N. أوكي هلا to apply it اول اشي بدنا نعمل ايش؟ بدنا هلا to apply the initial condition انه اول اشي انا بدي اشتق ut ها ال un بالنسبة لل t عشان ال condition هذا. اوكي ماشي، اشتق لي اياها partial un على partial t هي كل هال function اللي عندي اياه، ما راح اقرأه كله فسامحوني. اوكي ماشي، هلا انا جاهز شو اعمل؟ اني اطبق ال initial conditions. اوكي، un of x و 0 اللي هي عندي اياها ال function اللي هو f هذه اعوض لهون t 0 راح يصفي عندي ايش؟ الساين عندي اياها صفر، الكوساين انه عندي اياها واحد، او ايش؟ راح يصفي عندي summation من n واحد ل infinity sin n pi على ال x في سي ان، هاي سي ان. اوكي، منها باستخدام اذا انكم ذاكرين الفورير سيريز، السي ان هي
الدوت برودكت اوف مين؟ الفانكشن اللي هو اف في الساين او الايجن فانكشن على الدوت برودكت اوف الايجن فانكشن بنفسه. اوكي ماشي، هاي سي ان. عشان دي ان بطبق الفيلوسيتي كونديشن او اليو تي كونديشن، يو ان تي اكس و0 بتساوي عندي اياها الجي. اوكي عوض لي تي 0 بالمشتقة هاي. اوكي هل هذا الترم انه فيه ساين عندي يا صفر، اوكي عندي كوساين هذا عندي تي واحد، او ايش انه جي هي summation من ان واحد لان infinity of sin n pi على ال x في ال دي ان في ايش ال n pi على ال c. اوكي هلا منها شو راح يطلع معي ايش باستخدام فورير سيريز اللي شرحناها في تشابتر 11، راح يطلع عندي ان ال دي ان هي ال dot product of ايش ال g في sin في هاي n pi l c sin المقسوم على dot product of n pi على l c ضرب sin n pi على l x and n pi على l c sin n pi على l x. اوكي هذا كله لو انك ترجع الى تشابتر 11 راح تعرف. اوكي هلا بالفايبريشن احنا بنشوف ال ويف ايكويشن اكثر اشي، وير انه لامدا ان او الايجن فاليوز هم الناتشرال فريكوانسيز اوف السيستم او السترينج، اند انه اكس ان هي الموت شيبس او الايجن فانكشن او الايجن فيكتورز، اليو ان هي الفايبريشن response of the system او للسترينج اللي عندي. اوكي شباب ماشي. مثال ثاني بحكي لك solve UTT او ال wave equation، معطيك ال boundary conditions اصفار، انا اكثر عندي اياها انه ال هاي المفروض تكون اوكي، وانه ال velocity condition بيساوي عندي اياها zero. اوكي شباب اوكي هلا لو بنرجع للسولوشن اللي طلعناه هون، اوكي حكينا انه الفيلوسيتي كونديشن انه عندي اياها زيرو او انها جي هاي عندي اياها زيرو، او ايش انه كل الدي هي صفر. اوكي الدي صفر هذا كله عندي اياه طار، فصفى عندي ايش انها اليو ان هي الساين في سي ان كوساين. اوكي او ايش يو ان اوف تي اوف اكس او تي هي السميشن من ان واحد لان انفينيتي سي ان ساين ام باي على ال اكس كوساين ام باي على ال سي تي، وير انها السي ان هي الفورير سيريز هاي او عفوا الاكسبانشن اللي عندي اياه هون. اوكي شباب ماشي هلا زي ما حكيت الويف ايكويشن او إذا hyperbolic equation هي موجود عندي إياها أكثر شيء بالمسائل اللي فيها time dependent أو مشتقة ثانية بالنسبة للtime أو اللي هي basically vibration problems. أوكي okay؟ المسألة مهمة بالvibration إلنا إحنا كمهندسين ميكانيك اللي هي vibration of beams. أوكي okay؟ ابسط مثال على البيم اللي عندي هي simply supported beam اللي الكتاب يحاكي عنه بمسألة 16 page 552. اوكي بحكي لك ايش انه عندك simply supported beam. اوكي beam طول ال في له simple supports. اوكي x عند ال 0 and انه x عند انه ال فيكس عندي او يثبت ابند. اوكي الباونتري كونديشنز انه عند النقاط هاي انه عندي اياها زيرو يو زيرو تي يو ال تي عندي اياها صفر. اوكي هلا الفايبريشن ايكويشن اوف سمبلي سبورتد بيم هي عندي اياها تعطى بايش
UTT المشتقة الثاني أو الـ partial derivative الثاني of U بالنسبة إلى T بتساوي عندي إيش؟ minus E I rho A في U X X X X المشتقة الرابعة of U بالنسبة إلى X هاي DX 4 A partial X 4 أوكي يا شباب؟ وير إنه إيش؟ إنه E I rho A هذا هم properties of the beam. الإي عندي إياها Young's modulus أو الـ elastic modulus and إيش؟ رو هي الـ density و I هي the moment of inertia of the cross section و A هي عندي إياها الـ cross sectional إنه area. أوكي يا شباب؟ ماشي. هلا أنا عشان عندي هون إنه في fourth derivative u x x x x هاي فبنحتاج إيش إلى four boundary conditions. أوكي حكينا عن u zero و u l إنهم بيساوي zero. أوكي هلا إلى simply supported beam برضو ال second partial derivative برضو بتساوي عندي إياها zero عند ال support. أوكي أو إيش u x x zero t and u x x l t بتساوي عندي إياها صفر. أوكي إذا معطيك initial conditions displacement عند ال zero عندي إياها function اللي هو إنه f وال velocity عند ال zero عندي إياها function ثاني اللي هو g ال x. أوكي قايل لك إنه حل لي ال equation ماشي. هكيف بنحل البي دي ايز؟ البي دي ايز طريقة حلهم هي ايش؟ separation of a variable انه بنفرض الـ solution عندي multiplication of two functions كل function فيهم هو عندي function of الـ space او الـ time. اوكي u x و t هي عندي capital x يضرب بالـ T of T. أوكي عوض لي هاي في الـ PDE اللي عندي إياها هون بدون ما أخذ كثير بالتفاصيل رح يطلع عندي إيش T double prime على ألف تربيع T وير إنه ألف تربيع هي E I rho A في T بتساوي عندي minus انه x المشتقة الرابعة على x بتساوي عندي يا constant الراتيو هذول تكونوا متساويين لازم يكونوا ايش بيساوي constant اللي سمي لي يا minus اللامدا تربيع. اوكي فك ال ODEs رح يطلع عندي انها t double prime plus alpha تربيع لامدا تربيع t and انه x المشتقة الرابعة minus lambda تربيع x بتساوي عندي اياها صفر. اوكي هلا الـ second in order ODE هاي بنعرف ايش هو حلها اللي عندي اياها sin and cosine. اوكي a cosine alpha lambda t عندي هون t plus b sin alpha lambda t. اوكي ماشي هلا الـ ODE اللي عندي اياها هون هي ايش هي fourth order ODE زي ما حكينا بحلها باستخدام ايش characteristic equation اللي عندي اياها حتكون انه R power 4 minus lambda تربيع في عندي هون 4 roots R1 2 3 and 4 اللي حيكون عندي اياهم ايش مرة عندي اياهم 2 real مرة عندي اياهم ايش 2 complex. اوكي في الكيس هاي راح يطلع معي ايش لو نرجع ل chapter 3 انه solution هون حيكون عندي ايش c cosine is square root of lambda في x plus d sin square root of lambda في x plus e cosh
السكوير روت هاي لامدا اكس بلس اف سينش سكوير روت اوف لامدا في اكس. اوكي السكوير روت هاي عندي اياها. اوكي شباب تنسوش ماشي. وهذه اف اكس. اوكي هلا عندي هون في الايكويشن اللي فيها انه اكس عندك انه في فور كونستانت سي دي اي اند اف، اوكي بدي اطلعهم باستخدام الباوندري كونديشنز. عندي اربع كونستانتس، اربع النونز او اربع كونديشنز بطلعهم. اوكي اطلعهم احنا راح نحتاج للمشتقه الثانيه بالنسبه للاكس اللي عندي اياها طلعنا لك اياها هون. اوكي اللي هي حكون عندي اياها لامدا ماينس كوساين دي ساين اي كوش بلس اف سينش. اوكي شباب ماشي. هلا احنا جاهزين نطبق الباوندري كونديشن. اوكي نبلش بالكونديشنز اللي عند الزيرو بالله. اوكي اكس اوف زيرو عندي اياها زيرو. اوكي يعوض لي انه اكس زيرو هون. الترم هذا عندي يا طار والترم السنش برضو عندي يا طار. الصفة عندي ايش انها زيرو بتساوي سي بلس اي. اوكي طيب الكنديشن المشتقة عند الزيرو بتساوي زيرو يعوض لي انه اكس هون زيرو. الصال عندي يا صفر والسنش عندي يا صفر فطلع معي ماينس سي بلس اي بتساوي عندي يا صفر. تو اكويشنز تو ان نونز راح يطلع معي انه سي اند اي بوث ار زيرو. او ايش انه اكس هاي صفت عندي اياها ايش دي ساين بلس اف سنش. المشتقه الثانيه تبعتها عندي حتكون اللامدا دي ساين بلس اف سنش تعوض الباوندري كونديشن. اوكي هلا نبلش بالكونديشنز انه عند انه ال. اوكي اكس اوف ال بتساوي عندي اياها صفر عوض لي انه اكس بتساوي عندي اياها انه ال هون راح يطلع معي ايش دي ساين سكوير روت اوف لامدا ال بلس اف سينش اوف سكوير روت اوف لامدا ال بتساوي عندي اياها صفر. نفس الشيء انه عوض لي بالسكند ديريفاتيف لامدا في دي ساين بلس اف اسنش لامدا ال بتساوي عندي اياها صفر. يشطب لي اللامدا راح يصفي عندي ايش انه في عندي تو كيسز اوف السولوشن. اذا انكم لاحظين انه بعد ما شطبنا اللامدا هاي عندي ايش صار في عندك one equation عندي بس equation واحدة. اوكي بس انه في عندي ايش two unknowns اللي هم d and f. اوكي هلا لو نسمي الequation هاي equation a والequation هاي equation b. اوكي خلينا نجرب هالشغلة برا. لو نجمع الequation a plus b راح يطلع عندي ايش راح يطلع عندي ايش لازم يكون انه في somewhere هون عندي نيجاتيف. اوكي اذا بنجمعهم راح يطلع معي ايش انه 2f سينش بتساوي عندي اياها 0. اوكي في الكيس هاي يا f بتساوي 0 او السينش بيساوي 0. اذا اف انه عندي يا زيرو هو التريفيال سولوشن فحكينا ايش احنا حكينا ايش انه السنش هو اللي راح يكون عندي يا زيرو او ايش متى عندي السنش زيرو اذا اللي جواته عندي يا زيرو او ايش اللامدا عندي اياها صفر. هذا انه كله انه عندي يا ايش a trivial solution. اوكي يعني ايش انه كله بدنا نشيله من الايكويشن او انه اف بدها تكون عندي اياها زيرو. اوكي
فصفى عندي مين؟ صفى عندي مين؟ انه الترم اللي فيه ساين اللي بنقدر نشتغل فيه. اوكي شباب؟ اوكي. صفى عندي ايش؟ انه اكس هي دي ساين لامدا او السكوير روت اوف لامدا ال هي السولوشن تبع انه اكس ايكويشن. اوكي ماشي. هلا احنا بنقدر نطبق مين؟ الباوندري كونديشن تبع الطول اللي هو انه ال اكس اوف ال بتساوي عندي اياها 0 و اكس دبل برايم اوف الطول انه ال بتساوي عندي اياها 0. مره ثانيه عندي اياها السيم ايكويشن هون. اوكي في عندي حالتين، انه دي 0 او الساين عندي اياها 0. اذا دي 0 هذا كله عندي اياه تريفيال سولوشن، الصفة عندي بس الساين هو 0 او ايش اللامدا انه هيكون عندي اياها ان تربيع باي تربيع مقسومه على التربيع، هذول هم الايجن فاليوز. اوكي يا شباب؟ اوكي ماشي. اوكي ماشي حلو. الايجن فاليوز بيحتاجوا الايجن فانكشنز اللي عندي اياهم حيكونوا ايش؟ اكس ان هي دي ان ساين ام باي على ال اكس. هلا دي ان ممكن تكون اني فاليو، ف قدرت ب 1 راح يطلع عندي الايجن فانكشنز هم ساين ام باي على ال اكس. هلا هذول بالفايبريشن احنا بنسميهم المود شيبس. اوكي ماشي حلو جدا، حلو كثير، حلو حلو. اوكي شو ظل عندي؟ هلا احنا طلعنا اكس هاي صفت انه عندي اياه فقط الساين. اوكي والتي بعدنا ما صبناها. اوكي بس احنا شو حكينا؟ انه اليو هي ملتيبليكيشن اوف انه اكس ضرب تي، يضرب لي اكس مع تي راح يطلع عندي اليو ان هو عندي اياه سميشن او فورير سيريز. يو ان حيكون عندي السميشن من ان واحد ان انفينيتي ساين ام باي على ال اكس في ايش التايم فانكشن اي ان كوساين ام باي على ال الفا تي بلس بي ان ساين ام باي على ال الفا تي. اوكي وير انه لا ننسى انه الفا هي السكوير روت اوف اي اي مقسومي على رو ضرب اي. اوكي ماشي. هلا تطلع اي ان اند بي ان شو بعمل؟ بعوض بال initial conditions زي ما عملنا قبل شوي. اوكي راح اقدر منها اطلع اي ان اند بي ان. اوكي ماشي حلو جدا. هلا بالكتاب انه حاكي عن boundary condition ثاني اللي هو كلام بيم في problem set 12.2 مسألة رقم 19 بيج 552. اوكي ماشي. هلا في عندي انواع ثانية من الباوندري كونديشن مش لازم انها تكون عندي اياها زيرو. اوكي هلا كل شيء احنا شرحناه انه عندي زيرو كانت الباوندري كونديشن بس بالريل لايف هذا الكلام مش دائما صحيح. هذول اذا كانوا الباوندري كونديشنز بيساوي زيرو هذولا هوموجينيوس بيسيس، او اذا بيساوي عندي اياهم كونستانتس يو 1 اند يو 2. اوكي في عندي نون هوموجينيوس كونستانتس اللي هم ديريشليت باوندري كونديشنز لما يكون عندي انه يو 0 اند يو ال هم فانكشنز اوف التايم. اوكي هذول ديريشليت كونديشنز. اوكي هلا في نوع ثاني من الكونديشنز هو نويمانز كونديشنز او نويمانز باوندري كونديشنز لما تكون المشتقه عند 0 ال هي فانكشن اوف تايم. اوكي هلا في
الميكستشر بين الاثنتين الميكست اي بي سيز، لما يكون عندك اي بي سيز انه فيها ميكس اوف اليو اند يو اكس. اوكي هلا في حاله النون هوموجينيوس باونتري كونديشنز احنا بدنا نتلاعب على الايكويشن حتى ان يحولها الى هوموجينيوس باونتري كونديشن. نشوف كيف بالله. هلا بحكي لك انه اذا عندك ويف ايكويشن، اوكي عندك الباونتري كونديشن يو 0 تي هو عندي فانكشن اوف تايم ايبسيلون ساين اوميجا تي، اوكي والكونديشن الثاني عندي تي 0 وال displacement and velocity conditions هذول انه عندي اياهم zeros. اوكي كيف بنحل الايكويشن هاي؟ انه حكينا ايش ال initial conditions طلعوا معي zeros. لو بنرجع هون اذا ال initial conditions zero a n وبي انا عندي اياهم زيرو او انه كله انا ما عنديش سولوشن، هذا حكي مش مزبوط. اوكي شو لازم نعمل هون؟ لازم نعمل لفه صغيره او اللي هي الترانسفورميشن اوف فاريبلز. اوكي هلا بالترانسفورميشن اوف فاريبلز احنا بدنا نفرض اليو هي مجموعه تو فانكشن باستخدام البرنسبل اوف السوبر position. okay u of x و t هي عندي اياها مجموع v and w. okay ماشي هلا بدنا نحول ال pde وال boundary conditions okay in terms of v and w. بس ايش بدنا انه فرضا انه ال v conditions boundary conditions يظلوا زي ال U. اوكي وال initial conditions واحد منهم يتغير، مش لازم الاثنين يكونوا عندي اياهم zeros. اوكي هلا بنشوف كيف. اوكي هلا اذا بنشتق U T T U X X راح يطلع عندي ايش؟ U T T بتساوي عندي اياها V D T plus WTT صح؟ and UXX بتساوي عندي اياها VXX and plus WXX المشتقة الثانية بالنسبة لX او الـ partial derivative الثانية بالنسبة لX. اوكي؟ هسا هذول لو نجمعهم UTT اللي هي هاي اعوض مكانها هذول وال UXX اعوض مكانها هذول راح يطلع عندي ايش؟ VTT plus WTT plus الفا تربيع VXX plus الفا تربيع WXX. اوكي هلا مرة ثانية باستخدام الـ principle of superposition احنا بنقدر نقسم الـ PDE هاي الى two PDEs، واحدة بالـ V واحدة بال W. V T T بتساوي عندي ألفا تربيع V X X وال W T T بتساوي عندي إياها ألفا W X X. أوكي عندي two P D E's بحل مرة إلى V ومرة لا W بجمعهم راح يطلع معي solution تبع U. أوكي زي ما احنا حاكيينه ماشي نمسكهم P D E P D E ماشي for v او اول pde كانت عندي vtt بتساوي الفا تربيع vxx والباونتري كونديشنز زي ما حكينا قبل شوي. اوكي ولا الايكويشن الثانيه pde عندي اياها كانت زي هيك هلا بدي انا اطلع مين الباونتري كونديشنز تبعون w ان w هي عندي اياها اصلا ايش w هي u minus v U minus V. اوكي يعني بعوض الـ boundary conditions والـ initial conditions تبعون الـ V والـ U تطلع
الدبليو اس. اوكي يعني الدبليو 0 تي هي عندي اياها يو 0 تي ماينس في 0 تي. يو 0 تي عندي اياها الابسلون ساين، والفي عندي اياها برضه اي ابسلون ساين، تعوضهم راح يطلع عندي إزلس. اوكي الدبليو عند الو تي هي يو عند الو تي ماينس في عند الو تي، اثنتين هذول هم كانوا زيروز، اذا الدبليو الو تي عندي اياها صفر. اوكي الانيشال كونديشنز كان عندي ايش؟ الدبليو عند اكس وزيرو بتساوي يو عند اكس وزيرو ماينس الفي عند اكس وزيرو، هذول اثنتين عندي اياهم هاي زيرو وبرضه هاي عندي اياها زيرو. اوكي او ايش؟ W X and zero هي عندي إياها زيرو. ال velocity condition W T X zero هي U T X zero minus V T X zero. أوكي هلا ال U T عندي إياها زيرو بس V إحنا قلنا إنه بدنا إياها تكون أي function يسميناه G، يعني W T عند X zero هي عندي إياها minus G of X، أو يشيل الماينس يسمي لي اياها بيج جي اوف انه اكس. اوكي اوكي انا عندي بي دي اي 1 اند بي دي اي 2 كل واحدة فيهم في لها باندري اند انيشال كونديشن. اوكي دبليو اكس او تي شرحناها قبل شوي. اوكي حكينا ايش؟ انه لو بنرجع هون الجي هاي انا عندي اياها صارت اي ماينس جي و اف هي عندي اياها صفر، اذا انه اي ان انا كامل اي عندي اياها صفر، فراح يطلع عندي ايش؟ انه دبليو ان اكس تي هو السميشن ان زير واحد لان انفينيتي اوف اي ان ساين ام باي على ال اكس ساين ام باي على ال الفا تي، وير انها اي ان هي الدوت برودكت اوف جي ساين مقسومة على الدوت تيب برودكت اوف ساين اند ساين، لا ننسى انها جي عندي هي اي ماينس سمول جي. اوكي هلا الجي هاي تكون بي اني فانكشن، هلا بنشوف كيف. ماشي للسكند بي دي اي اللي هي الفي في دي تي بتساوي الفا تربيع في اكس اكس، بنستخدم هون برضه السيبريشن اوف فاريبلز، راح يطلع عندي انه في هي multiplication of x في تي، عوض لي اياها بالبي دي اي، راح صفي عندي الفورماتها. اوكي منها راح يطلع عندك انه في او دي اي للتايم و او دي اي الاكس، اثنتين عندي اياهم كوساين اند ساين. اوكي ماشي. اوكي هلا equation اللي فيها انه اكس هذه هي عندي فيها تو كونستانتس اي نوت اند بي نوت. اوكي ماشي الباندري كونديشنز اللي طلعناهم قبل شوي هم في 0 تي انه عندي اياها ابسلون ساين اوميجا تي، و الفي ال تي عندي اياها 0، هذول يطبق لي اياهم هون. في 0 تي هي اكس اوف 0 يضرب بتي اوف تي بتساوي عندي اياها ابسلون ساين اوميجا تي. اوكي هلا اذا انكم ملاحظين ان هذه فقط فانكشن اوف تايم ما فيها اكس، شو يعني؟ انه اكس اوف 0 بتساوي عندي اياها 1 اند تي اوف تي هي ابسلون ساين اوميجا تي، اخذنا منها معلومتين هاي الشغله. اوكي لما تي اوف تي بتساوي عندي اياها ابسلون ساين اوميجا تي يقارن لي اياها مع السولوشن تبع التايم هذا، راح يطلع معك ايش؟ انه اي صفر، انا ما عنديش هون كوساين تيرم. اوكي وايش؟ انها بي بتساوي عندي اياها ابسلون والفا في لامدا بتساوي عندي اياها اوميجا. اوكي 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 شباب ماشي حلو، يصفى عندي انه اي عندي اياها زيرو والبي عندي اياها ابسلون. اوكي طيب
لو اطبق الكنديشن الثاني هون في ال تي بس بيساوي عندي اياه صفر، انه اكس اوف ال اند تي اوف تي. هلا تي اوف تي احنا طلعناها مش زيرو، اذا عندي ايش؟ اكس اوف ال هي اللي بتساوي عندي اياها زيرو. اوكي ماشي، عوض لي انه ال او انه اكس عندي اياها زيرو هون، حيطلع مع ايش؟ زيرو بيساوي ايه نوت كوساين لامدا ال بلس بي ساين لامدا ال. ولا ننسى الكنديشن اللي طلعناه هون، اكس اوف زيرو بتساوي عندي اياها واحد، لما بطبقه راح يطلع معي انه ايش؟ اي نوت عندي اياها واحد. اوكي اوكي ماشي، او ايش؟ انه اكس اوف اكس هي عندي صفت كوساين لامدا اكس بلس بي نوت ساين لامدا اكس، لسنا ما بلشنا فيها هاي. هلا انا بعوض انه اكس بتساوي عندي هالطول اللي هو ال بتساوي زيرو، كوساين لامدا ال بلس بي نوت ساين لامدا ال بتساوي زيرو، او ايش؟ انها بي نوت بتساوي عندي شو؟ اعيد ترتيب الايكويشن هاي، راح يطلع عندي هي بتساوي ماينس كوتانجنت اللامدا في ال. اوكي ماشي، شو يعني عندي الصفة؟ انه البي نوت هاي هي الجي ماينس كوتانجنت، بعوضها هون راح يطلع معي انه كابيتال اكس هو عندي ايش؟ كوساين لامدا اكس ماينس كوتانجنت لامدا ال كونستانت ضرب ساين لامدا اكس. اوكي حلو، والتي اوف تي هو اللي طلعناه قبل شوي هذا. اوكي فايش في اكس اوف تي؟ هي انه اكس في تي اللي راح يطلع عندي اياها كل هذا الفانكشن. في عندنا الفي وعندنا الدبليو، اجمع لي اياهم تطلع اليو. اوكي شباب، اوكي بعرف انها شوي طويله، بس اللي البروسيجر واضحه، واتمنى انكم فاهمين. اوكي يعطيكم العافيه.